يكون السكوب يعني بتاع السيشن اللي مفيش حاجة للكلاود، دعم الهايبرد من اون بريم لاونلاين الحاجات دي، فما كانش عندي مانع. لكن الحاجات دي يعني بتاخد وقت ونظر للانشغال وكده، فان شاء الله دعواتكم بس السيشن دي تكون على خير ومفيدة، وبعد كده نشوف لو في حاجة تانية جاية قدام بأمر الله إن شاء الله. لما نيجي نتكلم عن المايجريشن من أي سوليوشن قديم لسوليوشن جديد، إيه الحاجات اللي أنا بفكر فيها أو إيه الحاجات اللي لازم أكون واخد بالي منها قبل ما أعمل المايجريشن ده؟ أول حاجة ان انا اكون عارف الابليكيشن اللي بعمله مايجريشن ده بيعمل ايه. كلام يبدو بسيط في الاول لكن very important. انا دلوقتي بعمل مايجريشن لميل سوليوشن، لما اجي ادي اي كورس ببدأ بالسؤال ده، هو الميل سوليوشن اصلا بيعمل ايه، مهنته الاساسية ايه؟ الميل سوليوشن بيعمل ثلاث حاجات اساسية. الحاجة الاولانية بقدر اوصل من خلاله للميل بتاعي، باكسس من خلاله الميل بتاعي. لما افتح صفحة ويب او افتح الاوتلوك بشوف الميل بتاعي، بشوف الايميلات بتاعتي اللي احنا بنسميه الكلاينت اكسس. الحاجة التانية ان انا بقدر من خلاله ابعت واستقبل، سيند اند ريسيف، تمام، اللي هي ايه اللي بتمثلها الهاب ترانسبورت رول، راوتينج، سيند اند ريسيف. الحاجة الثالثة ان بيكون فيه رول بتعمل مانجمنت للداتا بتاعتي، الانبوكس، سنت، الحاجات دي كلها متخزنة جوه داتابيز، وفي رول بتعمل مانجمنت للداتابيز دي اللي اسمها الميل بوكس رول. دي التلات حاجات الاساسية اللي اي ميل سوليوشن بيعملها، واللي انا دايما بنصح ان انت لا تطمع في الميل سوليوشن انه يعمل لك اكتر من التلات حاجات الاساسية دي. بمعنى ان في ميل سولوشنز كتيره جدا فيها انت سبام وبفلوس، يعني مش انت سبام فري، ميل انيبل مثلا في انت سبام وانت في انت في انت ميل وير وانت سبام بفلوس، تدفع فيه فلوس. لكن طبعا لا انصح اي حد انه يعتمد على اي ميل سولوشن في غير الثلاث حاجات دول، ما عدا حاجه واحده بس هنتكلم عنها ديورنج السيشن. يعني يبقى الثلاث حاجات الاساسيه دي هي دي اللي انا بعمل لها مايجريشن، بعمل لها نقل من فيرجن قديمه لفيرجن جديده، دي اول حاجه، تمام. طيب الحاجه الثانيه ودي اللي بيتحكم فيها كلام صريح وواضح من صانع هذا الابليكيشن اللي هو ايه، حاجه بنسميها كومباتيبلتي. انا عايز بس لو حد سمعني يكتبوا ان الصوت تمام، خايف اكون بتكلم وحد سمع اصلا. تمام، ايه الكومباتيبلتي؟ لو انا جيت دلوقتي على الجهاز بتاع ده، الجهاز بتاع ده ويندوز 11، جيت اعمل سيت اب عليه الابليكيشن قديم جدا كان بيشتغل زمان مع اكس بي او فيستا او الحاجات بتاعه زمان دي، الطبيعي ان الابليكيشن ده مش هيشتغل. ليه؟ لان الابليكيشن ده مش كومباتبل مع الويندوز اللي انا شغال عليه. نفس الوضع ده بيكون مع السيرفرز. انا هعمل مايجريشن من اكسشينج 2003 مثلا لاكسشينج 2016، هل الانفيرومنت اللي فيها اكستشينج 2003 هتسمح اصلا ان ينزل فيها اكستشينج 2016؟ هل ده valid؟ طيب اكستشينج 2013 عايز اعمل منه migration لاكستشينج 2019 او من 2013 ل 2016، هل ده valid؟ الاجابة الطبيعية هو valid. طيب مايكروسوفت بتيجي كل مدة بتنزل ابديتس لي الاكستشن سيرفر وغيره من السولوشنز بتاعتها، فلما اجي انا افكر اعمل مايجريشن
من 2013 مثلا ل 2019 مبدئيا عشان نكون متفقين، العرف السائد عند مايكروسوفت بالنسبه للاكستشينج لما اجي اعمل مايجريشن من فيرجن لفيرجن اخري تو فيرجنز، يعني انا ممكن اعمل مايجريشن من 2003 ل 2010 بس ما ينفعش من 2003 ل 2013، ممكن اعمل مايجريشن من 2010 ل 2016 بس ما ينفعش من 10 ل 19 على طول. تمام. طيب ده الصوره بشكل عام. طيب هل اي نسخه من اكستشينج 2013 اقدر اعمل منها مايجريشن لاي نسخه من 2019؟ الاجابه لا. يعني مثلا انا عشان اعمل مايجريشن من 2013 ل 2019 لازم نسخه اكستشينج 2013 اللي عندي تكون CU22 او اكتر، اللي هي يعني 22 او 23 دلوقتي. تمام. يعني هل الاختلافات في الاكستشن سيرفر فيرجنز بتختلف من سي يو لسي يو؟ اه طبعا تختلف اختلاف كبير، حتى بتختلف في السكريبتات اللي مايكروسوفت بتعملها بيلت ان جوه الاكستشن سيرفر. يعني زمان قبل اكستشن 2016 مايكروسوفت جت في اكستشن 2016 سي يو 2 من اول اكستشن 2016 سي يو 2 وحطت سكريبت بيلت ان سكريبت من ضمن السكريبتس الموجوده في الاكستشن سيرفر بيعمل فانكشن معين. تمام. قبل كده يعني سي يو 1 في نفس الاكستشن سيرفر 2016 السكريبت اللي ما كانش موجود اصلا ولا كان له وجود. لو حد اتعامل مع 2010 كان في اوبشنز في 2010 ار يو 12 مثلا هتلاقيها جي يو اي. لو انت رحت عند كاستمر تاني او انت في شركتك عملت انستول ابجريد يعني ان بليس طبعا الار يو 22 مثلا هتلاقي الاوبشن ده مش موجود. مش معناه ان انت السيت اب بتاعك فيه مشكله، لا هو الاوبشن اصلا مبقاش موجود جي او اي بس بقى موجود باور شيل مانجمنت شيل. تمام. فايه اللي بيفصل في حاله زي دي واللي انا دايما بعمله قبل ما افكر في اي مايجريشن؟ اللي بيفصل في حاجه زي دي حاجه اسمها تشينج سبورتابيليتي ماتريكس. الديكومنت دي بتعمل لها ابديت من وقت للتاني، يعني ده اخر ابديت عليه 22/2/2023 من 3 شهور ونص تقريبا، كل فتره بتعمل عليها ابديت. انا عايز اعمل مايجريشن زي ما احنا هنعمل النهارده من اكستشينج 2013 لاكستشينج 2019. تمام. زي ما احنا شايفين كده الموضوع بيختلف من سي يو لسي يو. يعني انت عندك لحد سي يو 2003 في حاجات معينه سبورتد، لحد سي يو 2 في حاجات معينه سبورتد. تمام. احنا عايزين النهارده نعمل نركز على المايجريشن من 2013 ل 2019. فلو جيت انزل مثلا كده دي الاكتف دايركتوري فيرجنز اللي هي سبورتد معايا حتى الويب براوزرز والاوتلوك كلاينت طبعا من الحاجات اللي احنا هنبص عليها واحنا بنعمل مايجريشن. خلينا نبدا من الاول خالص بالاوبريتنج سيستمز. احنا هنعمل سيت اب الاكستشينج 2019، وعاده وده اللي انا برجحه لاي حد هيعمل مايجريشن او هيعمل كلين انستليشن، ان انت لما تيجي تعمل سيت اب للفيرجن الجديده اختار اعلى فيرجن سبورتد او اعلى فيرجن موجوده. اخر فيرجن من اكستشن 2019 هي اكستشن 2019 سي يو 12 كيوميوليتيف ابديت 12. تمام. واعتقد في 13 نزلت قريب. ايه نسخ الويندوز اللي اقدر اعمل سيت اب عليها لاكستشن 2019 سي 12 اللي احنا هنشتغل بيها؟ يا اما 19 ويندوز سيرفر 2019 يا اما 2022. بس لو جيت اعمل سيت اب للاكستشينج 2019 على ويندوز سيرفر 2016 مش هيرضى. تمام. لو مصر انا على 2016 لازم اروح اجيب النسخه دي مثلا 2016 سي يو 3 حسب الديكومنت دي لحد سي يو 10 سبورت ينزل على ويندوز سيرفر 2016. وفي الغالب طبعا مايكروسوفت مش بيكون موجوده على الموقع بتاعها الا اخر
تو سي يوز من اي اكستنشن سيرفر. تمام، يبقى دي اول حاجه. انا عن نفسي في اللاب اللي انا عامله اللي احنا هنشوفه دلوقتي مستخدم ويندوز سيرفر 2019. تمام، دي اول حاجه. الويندوز كلاينت اللي انا هشتغل بيه انهي فيرجن سبورتد مع الاكستنشن سيرفر اللي انا هشتغل بيه؟ ايه ده، هو مش بس الاوتلوك كلاينت هو اللي لازم يكون سبورتد او اتاكد ان هو سبورتد، لا، الويندوز كلاينت نفسه لازم اتاكد ان هو سبورتد. يعني حاجه كتير مننا جدا قابلها، بيجي يعمل مايجريشن من اكستنشن 2013 لاكستنشن 2019 مثلا. وزمان اكستنشن 2013 كان الناس عادي تنزله على ويندوز 7 وتشتغل بيه عادي جدا وهيعمل كوميونيكيت وما عندوش اي مشاكل. لكن تيجي تعمل سطب ل 2019 و 2019 يتسطب معاك عادي جدا، تلاقي الناس اللي عندها اوتلوك 2013 ومعمول لها سطب على ويندوز 7 اللي هو اصلا مش موجود في القائمه دي، اتشال خالص، تلاقيه مش شغال، وتقعد بقى تنزل في ابديتس وتابديت في ريجستري وحاجات كتير كده وتلاقيه برضو مش شغال. تمام، ليه؟ لان ويندوز 7 اصلا مش سبورتد مع اكستنشن 2019. عايز تشتغل مع 2019 الناس عندك تكون ويندوز 10 على حسب الدوكيمنت عشان تكون في الامان. تمام، القصه برضو بتاعت الاكتيف دايركتوري واللي احيانا بتجبرني واللي احيانا بتجبرني ان انا مش هطلع بس خطوتين. يعني انا مثلا اعمل مايجريشن قلنا من 2019 وقلنا خلاص ان هو مفيش مشكله، اكستنشن 2019 ده يتعمل له سيت اب وهيشتغل مفيش مشكله. لكن نيجي للحته اللي مهندس احمد حمدي بيتكلم عليها، الدومين والفورست فانكشنال ليفل. هل سبورت اصلا اكستنشن 2019 ده ينزل في انفايرمنت الفانكشن ليفل بتاعها 2008 مثلا؟ كان زمان قوي، اللي هو اول ما 2019 نزل كان ينفع زمان. تمام، انا 2019 ده اصلا اول ما ظهر في نص 2018 سطبته عملت له سيت اب على ويندوز سيرفر 2012 R2 وكنت مسجلها، في حين ان هو دلوقتي مش هيتعمل له سيت اب اصلا الا على 2019 او 2022. تمام، حتى الاكستشينج لما بيتعمل له سيت اب بيتشيك على الويندوز سيرفر فيرجن اللي نازله على الاكتيف دايركتوري نفسه قبل ما يوصل اصلا لمرحله الفورست فانكشن ليفل ودومين فانكشن ليفل. تمام، اقل ويندوز سيرفر يكون معمول له سيت اب على الاكتيف دايركتوري يكون 2012 R2. لو 2012 ريليز 1 اللي هي قبل ريليز 2 مش هيشتغل، مش هيقدر يتعمل له سيت اب. كل الحاجات دي بريكوزيتس قبل اصلا ما ابدا سيت اب للاكستنشن سيرفر، اعمل سيت اب للبريكوزيتس بتاعته اصلا. الفورست فانكشن ليفل انا ماشي بس مع الديكومنت دي ليه؟ لان الديكومنت دي بتعمل لها ابديت من وقت للتاني، وقبل ما تعمل اي حاجه لازم تبص عليها، لان كلمه سبورتد اللي هنا دي ممكن تيجي في يوم من الايام اتحط قدامها كلمه نوت. تمام، يبقى انت متفق على حاجه في بروجكت او هتعمل بروجكت بسيكونس معين وبعد كده حصلت مشكله. طب الديكومنت كان بتقول الديكومنت كان بتقول من شهر، دلوقتي الديكومنت ما بقتش تقول. تمام، الفورست والدومين فانكشن ليفل والله انا سبورتد معايا في 2019 2012 R2 او 2016. طبعا ما فيش 2019 اصلا، انا بتكلم عن الفورست فانكشن ليفل، مش الويندوز سيرفر فيرجن اللي نازله على الاكتيف دايركتوري. تمام، زمان زي ما قلنا كلمه نوت سبورتد دي كانت سبورتد في 2008 مع اكستنشن 2019 اول ما نزل زمان، و2019 برضه كان زمان هنا ممكن اعمل له سيت اب على على الويندوز سيرفر ده كان عادي جدا مش هيقول لا. تمام، طبعا اهم حاجه بقى وهي اللي بتخلي البيزنس عندي يوافق اصلا على المايجريشن او ما يوافقش، حته ايه؟ حته الاوتلوك كلاينت. والله حضرتك دلوقتي انا عندي
الاوتلوك كلاينت عندي 2000 و 2013 هيشتغل مع اكسشن 2019. فانت تيجي بص بسم الله الرحمن الرحيم تقوم فاتح الدوكيمنت العظيمه دي، شوف كده الاوتلوك ادي الويب براوزرز، ننزل 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 الكلاينت 2019، انا هشتغل على 2019 وهعمل مايجريشن من 2013 تمام. ايه الكومون سبورت بقى الكومون ما بين 2019 هنا و2013؟ طبعا 2013 سيرفيس بلاك 1 وطالع معناها اي سي يو من بعد 2013 سيرفيس بلاك 1 تمام. الكومون ايه؟ النسخه دي كومون والنسخه دي كومون 2019 اهو. يبقى انا ممكن اشتغل على اوتلوك 2019 اوفيس 2019 لو هعمل ميجريشن من 2013 ل 2019 وده برضو كومون 2016. بس خلي بالك هنا سبورتد بشرطه. يعني ايه سبورتد؟ في شرط. يعني ايه هو الشرط؟ ان لازم يكون اخر ابديت تمام، وحتى الابديت ده برضو لسه هنتكلم فيها دلوقتي اخر ابديت تمام. يبقى انا اشوف هنا النسخ الكومون ما بين الاكستشينج اللي انا فيه والاكستشينج انا هروح له، دي لازم تكون موجوده عندي في الانفيرومنت بالشرط اللي مكتوب هنا تمام. طيب حاجه اخيره بقى قبل ما نبدا سيت اب اللي هي ايه، واللي انا بنصح بيها دايما اكستشينج 2016 سي يو 8 تمام. انا فاكر ارقام السي يوز مش عشان انا جامد ومعدي، لا عشان انا وقعت في مشاكل بسبب السي يوز المعينه اللي بتكلم فيها دي، عشان كده في حاجات فاكرها باسمها سي يو 8 في مايكروسوفت اكستشينج 2016. كنت تيجي تعمل له سيت اب، يتعمل له سيت اب عادي جدا مفيش اي مشكله خالص، الاي سي بي تفتح معاك، تيجي تفتح الاو ما تفتحش مع انك منزل اخر ابديت، والاخر ابديت ده اللي هو مفيش حاجه بعد منه. يعني مفيش مثلا سيكيورتي باتش تعمل له انستليشن فيصلح الاو، لا هو انت خلاص دي كان اخر حاجه سي يو 8 كان اخر حاجه نازله تمام. الحل كان ساعتها ايه؟ الحل كان ساعتها، وعلى فكره الغريبه بقى انك كنت تلاقي الاوتلوك شغال، يعني الاوتلوك اللي هو اصلا متعب اصلا في الترابل شوتينج والكلاينت اكسس وكده تلاقيه شغال، الاو حبيبه الملايين لا اله الا الله تلاقيه مش شغاله تمام. فكان الحل ايه ساعتها؟ الحل حاجه من الاثنين، يا اما تستنى من 4 ايام لاسبوع، من 4 ايام ل7 ايام، دي انا عشتها عند كاستمر يعني. يا اما الحاجه الثانيه انك تعمل ان انستول الاكستشينج اصلا تماما، وبعد كده تعمل الحاجه اللي انت المفروض كنت تعملها من الاول خالص، انك تعمل فولي ابديت، فولي ويندوز ابديت لاخر يوم انت هتبدا فيه. يعني احنا نبدا انستليشن النهارده، النهارده يوم 2/6 الساعه 10:30 هنبدا انستليشن النهارده، قبل ما ابدا اكستشينج انستليشن اكون عامل ابديت للويندوز سيرفر بتاع السيرفر انا هعمل عليه سيت اب دلوقتي واعمل له ريستارت، وبعد كده ابدا اعمل سيت اب تمام. لو انا كنت عامل الجزئيه دي قبل ما اعمل سيت اب للاكستشينج 2016 سي يو 8 الاو هتشتغل عادي جدا معايا. في الحته دي فيري امبورتنت ان انا اكون واخد بالي من الجزئيه دي قبل اصلا ما اعمل سيت اب للاكستشينج سيرفر تمام. بقى لي نص ساعه بتكلم، 22 دقيقه بالظبط. حد عنده سؤال لحد دلوقتي؟ واعذرونا على الصوت عشان عندي برد، معذره. كله تمام، مفيش اي مشاكل، مفيش اي حد عنده استفسار؟ طيب حلو. فانكشن ليفل ايه تاني؟ احنا بنسجل المحاضرة وان شاء الله ارفعها على يوتيوب. ماله فانكشنال ليفل؟
اه طبعا، ما احنا قلنا الفانكشن ليفل هنفتح الديكون تاني ونبص عليها تاني، مفيش مشكلة. ايه يا احمد يا محسن، الحاجة المهمة اه ما المحاضرة مسجلة يمكن انك تشوفها ان شاء الله. الحتة اللي احنا قلنا عليها يا اخوانا لا 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 لسه ما هنصح دوت نت فيرجن زي ديت، احنا لسه اصلا ما عملناش سيت اب، ده احنا لسه ما عملناش سيت اب، استنى بس على دوت نت فيرجنز دلوقتي. خلينا نتكلم في حاجه كمان يا اخوانا عشان لو ما حدش خد باله من الحته بتاعه الفانكشن ليفل. ليفل احنا قلناها من شويه هنقولها تاني اهو، اكستشينج 2019 عشان اعمل له سيت اب في اكتيف دايركتوري انفايرمنت. الانفايرمنت الفانكشن ليفل فيها هي 2012 ار 2 2016، تمام؟ معنى كده ان هي لو 2008 او 2008 R2 احيانا بضطر اروح اعمل ابجريد للدومين الاول وبعد كده اروح اعمل ايه، اروح اعمل ابجريد للاكستشينج، اعمل مايجريشن للدومين الاول وبعد كده اعمل مايجريشن للاكستشينج سيرفر، تمام؟ فنبقى زاد عندي خطوه اصلا في المايجريشن. انا هطلع مثلا من 2010، عايز اطلع من 2010 ل 2019، ما ينفعش مره واحده، لازم على مرتين، من 10 ل 16 او من 10 ل 13 وبعد كده من 13 ل 16 ل 19 او من 16 ل 19 على مرتين. ايه اللي ممكن يخلي المايجريشن ده ثلاث مرات؟ الفانكشن ليفل، ان الفانكشن ليفل قديمه 2008 مثلا 2008 ار2، او الويندوز سيرفر نفسه اللي نازل على الدومين كنترولر قديم 2012 ريليز 1 او قبل كده. الاكستشن 2019 اصلا مش هيرضى تعمل له سيت اب، تمام معايا؟ فالحاجات دي كلها الاكستشن بيعمل شيك عليها. دي يا اخوانا الجزئيه دي بيتكلم عن الويندوز سيرفر فيرجن اللي نازله على دومين كنترولر، ودي بيتكلم عن الاكتيف دايركتوري فورست فانكشن ليفل، تمام؟ دي حاجه ودي حاجه بتاثر. اه طبعا بتاثر، ده يعني تشقلب لك بروجكت كامل. هو كان هيبقى على خطوتين، لا يبقى على ثلاثة، تمام؟ وخصوصا لو انت بتطلع من حاجه قديمه 2003 مثلا وطالع. حلو الكلام. الحته بتاعه دوت نت فيرجنز، دوت نت فيرجنز المهندس احمد بيتكلم عليها هنهايلايت عليها واحنا بنعمل السيت اب، تمام؟ انما لحد دلوقتي اعتقد الموضوع واضح، موضوع بسيط يعني. طيب خلينا نبعت لكم السبورتابيليتي ماتريكس. ماشي اوكي حاضر. ماشي يا خالد تسلم. حلو كده. طيب يبقى انا كده عرفت ايه اللي المفروض اخد بالي منه قبل ما اعمل سيت اب اصلا للاكستشينج سيرفر. طيب انا دلوقتي خليني اوريكم اللاب بتاعنا معمول ازاي. اللاب انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اخليه قريب جدا لللايف انفايرمنت، وان شاء الله يعني قريب جدا يعني. عندي كلاينت ده ويندوز 10 نزل عليه اوتلوك 2013 اخر ابديت اهو، وعندي دومين كنترولر واحد بس، وعندي اكستشينج 2013. وعشان اعمل سيميوليشن للموضوع شويه ان هو قريب من الواقع اللي الناس بتعمله، قاسم الاكستشينج 2013 على تو رولز، على تو سيرفرز، سيرفر ميل بوكس اهو وسيرفر كلاينت اكسس، تمام؟ وده الاكستشينج سيرفر 2019 اللي انا عامل له سيت اب عشان ما نضيعش وقت. حلو الكلام. دي الانفيرومنت بتاعتنا، وفي برضو حاجه انا عامل لها سيت اب على دومين كنترولر ده هنستخدمها في الاخر خالص، ودي هتكون من ضمن المايجريشن بتاعنا، تمام؟ اللي هنعملها في الاخر ان شاء الله. دي الانفيرومنت اللي احنا هنشتغل عليه. اول خطوه باجي اعملها لو انا هعمل مايجريشن ان انا اعمل سيت اب للاكستشن سيرفر الجديد، فعشان ما اضيعش وقت انا كنت مسطبه قبل كده، تمام؟ اللي هو الاكستشن سيرفر ده نزل على ويندوز سيرفر 2019. خلينا نفتح كده المانجمنت شيل
بتاعت اكستنشن سيرفر. احنا زي ما قلت في البوست يا اخوانا، يحضر يكون عنده فكره عن يعني عارف الاكستشينج، فانا مش عايز اضيع وقت بس في الانستليشن بتاع الاكستشينج سيرفر، المفروض الناس اللي هتعمل مايجريشن عارفاه. معايا ولا مش عايزين بس نضيع فيه وقت يعني. الانفيرومنت العظيمه جدا اللي انا عاملها وعامل فيها كرييشن لحبه يوزرز حلوين، 53 يوزر كويسين يعني، وعامل فيها زي اللي احنا عاملينه في اي انفيرومنت عندنا. لو جيت في الميل فلو هنا هتلاقينا عامل ريسيف كونكتور للريلي سيرفرز اللي بتعمل سند نوتيفيكيشنز عن طريق الاكستشينج سيرفر، مش عامل هنا سند كونكتور. خلينا نعمل سند كونكتور نسميه مثلا انترنت، ماشي اكس على طول. سند كونكتور بربع جنيه، شكرا. مدة الميتنج للساعة 12 تقريبا. لو حد عنده سؤال لو ممكن يخليه بعد ما نخلص يعني جزء جزء. احمد محسن بعد اذنك، يعني لما اكون مثلا خلصت جزئية، لو سؤالك في اللي فات في الجزئية اللي فاتت بتاعت البريكوزيتس استاذنك تكتبه في الشات. مدة الميتنج ما بتقلقش يعني، لسه معنا وقت كتير ان شاء الله يعني. طيب خلينا بقى هنا نتكلم في الخطوات اللي انا بعملها بعد ما اعمل انستليشن للاكستشن سيرفر الجديد. اول حاجة انا عن نفسي بحب اعملها اللي هي ايه، انا دلوقتي عايز انقل الناس في الاخر، عايز الناس تفتح الاوتلوك بتاعها يتحول من هذا المنظر، ده المنظر بتاع 2013 اللي كنا عارفينه، يتحول للمنظر بتاع 2019 شكل القوة بتاع 2019. فايه اول حاجة انا بعملها؟ اول حاجة انا بفضل اعملها دايما ان انا طبعا عشان الناس تشوف المنظر بتاع القوة ده، شوف 2019 معناها ان انا نقلت الداتابيز، نقلت الداتابيز بتاعت رزق ده من 2013 2019. قبل ما اعمل القصة دي اللي انا بفضله ان انا اعمل نقل للكلاينت اكسس من 2013 ل 2019. يعني خلي 2013 القديم شبه بالظبط 2019، بمعنى الناس عندي بتكتب في القوة مثلا، انا بعمل كونكت على الميل بتاعي ازاي، يا اما عن طريق القوة، يا اما عن طريق الاوتلوك، يا اما عن طريق الموبايل اكتف سينك يعني، يا اما اي دبليو اس عشان الكالندر والميل تيبس والحاجات دي، تمام. فالحاجات دي كلها ممثلة في فيرتشوال دايركتريز موجودة عندي هنا جوه الاكستشن سيرفر. يعني لو انا جيت مثلا على 2013 ده اللي هو الرول بتاعت الكاس، طبعا جيت على السيرفر ده انا مسميه 2013، فهلاقي الاي سي بي مكتوب فيها اللينك اللي الناس بتكتبه هنا عشان تفتح صفحه الويب بتاعت الاي سي بي او بتاعت اوبشنز عندها، يعني الاي دبليو اس مكتوب هنا ميل دوت مش عارف ايه اللي هو الاسم اللي الناس بتكتبه، الاكتف سينك، الاو بي، الحاجات دي كلها فيرتشوال دايركتريز ممثله عندي في لينكس هنا. الناس في الاخر بتاخد اللينك ده وتفتح بيه الميل بتاعها، تمام. فانا عاوز نفس الفيرتشوال دايركتريز دي
تكون موجوده على الاكستنشن سيرفر الجديد. طيب هل ده معناه ان انا اول ما اعمل الخطوه دي الاكستنشن سيرفر الجديد اللي هو 2019 الناس هتبص عليه على طول، الناس هتشوفه على طول؟ لا طبعا، انا بجهزه عشان لما اجي اعدل في الدي ان اس هنا، ده البابليك دومين بتاعي، لما اجي اعدل في الدي ان اس هنا اقول له اي كلمه الناس بتستخدمها بتشاور على السيرفر القديم، على السيرفرات القديمه، خليها تشاور على السيرفرات الجديده. ودي اللي انا بشوفها اول اهم خطوه، ان انا انقل الكلاينت اكسس في الاول، اخلي الناس اول ما تفتح صفحه الويب تشوف الصفحه بتاعت اكستنشن 2019. اكستنشن 2019 بعد كده هيعمل لها ايه؟ معذره، هيعمل لها مايجريشن، او سوري هيعمل لها ريدايركشن على اكستنشن 2013 اللي عليه اصلا الداتابيز بتاعها، الداتابيز بتاعت الناس على اكستنشن 2013. فلما يفتح اكستنشن 2019 بالمنظر ده لوكال هوست على اوا، الناس لسه الداتابيز بتاعتها الكونتنت نفسه على 2013، فيحصل ايه؟ هيقوم عامل ريدايركشن على 2013 لان الباك اند على 2013. الخطوه دي يا اخوانا اسمها ايه؟ يعني لو لاحظتوا ده منظر 2019، ده الاوا بتاعت 2019. اللي حصل ده اسمه ايه؟ اللي حصل ده اسمه بروكسي داون. بروكسي داون يعني ايه بروكسي داون؟ يعني النسخه الاعلى بتاعه الاكستشينج اللي معمول له سيت اب عندي في الاكستشينج، بصوره في الاكستشينج انفايرمنت، يعني عمل ريدايركشن للنسخه الاقل اللي هي عليها الداتابيز. طيب هل العكس ممكن يحصل؟ اكيد طبعا، ما هو برام في بروكسي داون يبقى اكيد في بروكسي اب، اكيد يعني. حلو كده، يبقى لو في يوزر الداتابيز بتاعته اصلا على 2019 وفي 2013 في الانفايرمنت، فممكن عادي جدا يفتح الاو بتاعه 2013 و2013 هيعمل له بروكسي اب على الداتابيز بتاعته اللي على 2019. حلو كده، لكن الخطوة اللي أنا بحب أبدأ بيها دايما نقل الكلاينت أكسس، أخلي كل حاجة بتشاور على اكستشنج 2019 النسخة الأعلى، بحيث أي حد يتعمل له بروكسي داون من 2019 يتعمل له ريدايركشن على الداتابيز بتاعته اللي على 2013. معايا كده؟ يبقى أول خطوة إن أنا أعمل تعديل للفيرشوال دايركتوريز بتاعة الاكستشنج سيرفر الجديد اللي لسه معمول له سيت اب. يعني لو جيت على الاكستشن سيرفر الجديد ده وقلت له جيت داش اوا فيرتشوال دايركتوري، يروح يقرا من الكونفيجريشن بارتيشن ان في اتنين اوا فيرتشوال دايركتوري في الانفايرمنت بتاعته بتاعه 2013. تمام، ده اسم السيرفر. انا والله عايز الفيرتشوال دايركتوري بتاعه السيرفر ده، السيرفر ده لسه نزل على الابيض فما فيهوش الا الانترنال يو ار ال بتاع الاوا اللي هو ده، مشاور على اللوكال نيم بتاع السيرفر. السيرفر اسمه ex2019.company.local اللي هو الاسم ده، اسم السيرفر نفسه. تمام، فما فيش طبعا حد هيقوم جاي فاتح هذا البراوزر العظيم ويقوم كاتب هنا ex2019.company.local، لازم هيكتب ايه؟ عايز يكتب نفس الاسم ده ويوصل برضه للداتا بتاعته اللي هي اصلا موجوده على 2013. حلو، فالمفترض ان انا اقوم جاي على كل الفيرتشوال دايركتوريز اللي على 2019 ده واخليها ايه؟ واخليها بالظبط شبه 2013. تمام، 2013 مكتوب فيه الاسم ده، الاسم ده كده كوبي واعدله على كل الفيرتشوال دايركتوريز اللي عندي. طبعا في كوماندز باور شيل بتعمل القصه دي. تمام، قال طب استنى في خطوه مهمه جدا، والمفروض الخطوه المهمه جدا دي اعملها مع تغيير الفيرتشوال دايركتوريز في نفس الوقت والا الدنيا هتقع.
حد يعرف ايه الخطوة دي؟ DNS؟ لا DNS احنا لسه ما غيرناش اي حاجة. لا مش DNS، لا 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 لسه DNS. الله ينور يا مهندس تركي. سيرتيفيكت، يعني مكتوب غلط بس هي سيرتيفيكت. تمام، سندك النقطة ده في الاخر خالص، ده اخر خطوة. سيرتيفيكت لازم فعلا اغير السيرتيفيكت على الاكستشن سيرفر الجديد او اضيفه على الاكستشن سيرفر الجديد. طيب جزاك الله خيرا، تمام مظبوط. طيب هل هتفرق تغيير الفيرشوال دايركتريز الاول ولا ان انا ارمي السيرتيفيكت على الاكستشن سيرفر الاول؟ لا هي مش هتفرق. بس مش معنى كده ان انا اغير الفيرشوال دايركتريز النهارده وبعد 3 4 ايام اقوم جايب السيرتيفيكت البابليك وارميها على السيرفر. لا طبعا الحاجات دي بعملها مع بعض. طيب انا هسيب الفيرشوال دايركتريز دي، هعدل الباقي دلوقتي، بس هقوم جاي على الاكستشن سيرفر الجديد وارمي عليه السيرتيفيكت القديمه اللي هي البابليك سيرتيفيكت. انا فعلا جايب بابليك سيرتيفيكت ببلاش طبعا، كنت هشرحها برضو في فيديو على اطلاع على القناه. طبعا هروح على الكاس سيرفر القديم، انا عندي 2013، فهروح على الكاس سيرفر. خلوني اقول لكم على طريقه حلوه جدا وسهله جدا انك ترمي السيرتيفيكت على الاكستشن سيرفر بتاعك، بدل بقى ما تعمل بتاع ده فولدر شير وتدي بيرميشنز وتيجي من هنا تعمل امبورت والحوار الحمضان ده. تمام، بمنتهى البساطه هروح على السيرفر القديم، ادي السيرتيفيكت البابليك القديمه بتاعتي، هقوم جاي هنا واخدها اكسبورت. اهي انا اصلا واخدها اكسبورت قبل كده، بس انا خلينا ناخدها اكسبورت تاني، اسمها اكسبورتد سيرتيفيكت دوت بي اف اكس طبعا بالبرايفت كي، ولازم اديله باسورد. اي باسورد؟ الباسورد ده مش لازم كومبلكس، اي حاجه ماشي. واقوم جاي على الاكسبورت السيرتيفيكت دي، قوم واخدها رميها على الاكستشن سيرفر الجديد. طيب هل لما ارميها على الاكستشن سيرفر الجديد هتظهر في الاي سي بي؟ هتظهر هنا في الاي سي بي. والله خلينا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، تولز اي اس واجي هنا اقول له امبورت السيرتيفيكت العظيمه دي، عظيمه لان هي بابليك وببلاش. لو انا جيت بقى هنا بقى على ده وعملت كده اهي، لحطها بقى في فولدر شير ولا البيرميشنز ضربت ولا الحاجات اللي هي متعبه دي، ادي السيرتيفيكت ظهرت عندي. تمام، قدامي بقى ان انا اجي هنا واعمل اساين لنفس السيرفيسز اللي كانت موجوده على الاكستشن سيرفر القديم اللي هي في الغالب الاس ام تي بي والاي او اس كده، واقول له يس اعمله اوفر رايت مفيش مشكله، هيعمل اوفر رايت يعني الوحده قديمه، واروح اكمل الفيرشوال دايركتس بتاعتي عادي جدا، لكن ما اعملش ريسيت الاي اي اس. يعني هعدل الفيرشوال دايركتريز وهضيف السيرتيفيكت، او اضيف السيرتيفيكت وبعدين اعدل الفيرشوال دايركتريز وبعدين في الاخر اعمل ايه؟ اعمل ريسيت الاي اي اس. واضحه الحركه البسيطه اللي انا عملتها دي ولا فيها اختراع ولا ايه؟ والله هو الموضوع مش عنيف يا باشمهندس عشان اعمله باور شيل، انا عارف السكريبت ده، بس هو الموضوع مش عنيف للدرجه دي يعني. ربنا يجزي خير. طب تحط اللينك بتاعه بدل ما انت حاطط اسمه، اعتقد هيكون اجدى وانفع يعني. تمام يا اخوانا، في الحته دي حته التغيير بقى بتاعت الدي ان اس والحاجات دي هي بقى الخطوه الجايه.
برضو من الحاجات المهمة جدا في القوة، انا هنا الناس بتدخل على القوة ازاي؟ باليوزر نيم والباسورد. ما طبيعي تدخل باليوزر نيم والباسورد، لا اقصد الناس بتكتب هنا اليوزر نيم بس. يعني ايه؟ يعني انا عندي على مستوى القوة لو جيت هنا في اوثنتيكيشن عندي كذا، في احنا طبعا بنستخدم فورم بيز اوثنتيكيشن على طول في القوة يعني. يا اما الناس تكتب اسم الدومين باك سلاش الاسم او اليو بي ان او اليوزر نيم اونلي، فانا لازم اروح اغش دي نقل مسطره من الاكستشنج القديم، اشوف الناس متعوده تكتب ايه واعدله في الجديد عشان الناس ما تحسش باي اختلاف. تمام، خلاص الناس بتكتب كده، يبقى انا اروح على الجديد. تعالى يا عم الحاج سيبه زي ما هو. حلو الكلام كده لحد دلوقتي يا اخوانا؟ القديمة مش عايزة تتمسح. اه الطريقة دي اسهل، اللي هي ايه؟ اللي هي مثل ايه؟ قصة تقصد يعني؟ تمام لحد دلوقتي. طبعا الباور شيل محدش يستنصح ويجي يلعب مع الباور شيل، ما تجيش هنا وتقول عشان لما اكون بره الشركة او بره اللان، بره الانفيرومنت بتاعتي يعني، اعمل افتح ريموت سيشن مع الباور شيل. لا اوعى، دي خليها لوكال زي ما هي، دي خليها لوكال زي ما هي. تمام، باور شيل الفيرتشوال دايركتور بتاعت الباور شيل خليها لوكال زي ما هي. تمام، طيب مش جزاكم الله خير. تمام كده لحد دلوقتي. الخطوه اللي جايه بقى، انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز اخلي الناس بدل ما بتبص على اكستشينج 2013 اللي هو المنظر ده، تبص على اكستشينج 2019. هعمل ايه؟ هعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا اقوم جاي هنا بمنتهى الهدوء اللي في حياتي، اقوم جاي هنا الناس بتستخدم عشان تدخل ميل واوتو ديسكفر مثلا يعني. فهو اكستشن 2013 اللي هو الكاس كان 20، 2019 الجديد اللي هو طبعا فيه كل الرولز، بس اليو ام سيرفيسز اتشلت منه طبعا، مع ذلك الكومنز بتاعت اليو ام لسه موجوده لحد دلوقتي في 2019 يعني. تمام، اذا كانت الكلاينت اكس اري كومنز بتاعتها لسه موجوده في 2019. anyway هقوم جاي وهعدل في تو ليفلز، طبعا ده في ابسط الاماكن في الحياه تو ليفلز هعدل فيهم الكلاينت اكسس. الليفل الاولاني الدي ان اس، هم جاي في الدي ان اس، واي حاجه بتشاور على الاكستشنج 2013 القديمه خليها تشاور على 2019 الجديد. طيب هو انا في البابليك انفيرومنت لسه الكونكتورز في الاخر، لسه تستعجلش لسه. هو انا لما اجي اعمل بروجكت بقوم جاي كده بعد ما عملت فيرتشوال دايركتورز وحطيت السيرتيفيكت على الجديد وعملت اساين للسيرفيسز، راجع بس ان كلها معموله خلاص، اقوم جاي كده انا كده في الحلويات، اقوم ناقل بقى الناس على 2019؟ بالله عليك انت بتعمل كده في اي بروجكت؟ لا طبعا انا مش بعمل كده. انا بقوم جاي في اللوكال دي ان اس بتاع اليوزر اللي هو مين؟ اللي هو سيس فايل، يعني احسن حاجه انا بحبها في الترابل شوتينج بصراحه يعني. طبعا في حاجه احنا نسيناها بس ارجو تكونوا فاكرينها وتسامحوني. طبعا عيب جدا ان انا اسيب ده كده يعني، حتى انا شكلي كإنسان قدام نفسي على الأقل هيكون مش حلو يعني. Outlook Anywhere اللي هو أصلا أنا بعمل المايجريشن عشانه، أنا رحت أماكن كتيرة قبل كده الناس مش بتفتح الويب أصلا، الويب ميل الناس مش بتفتحه أصلا. تمام، فلازم أجي هنا برضو وأخلي ده شبه القديم بالظبط، مش عايز الناس تحس بأي حاجة، مش أي اختلاف. حتى لما نيجي نقل الداتا بيز الايرور اللي هو بيظهر اليوزر بتاع بيقول له اقفل اوتلوك وافتحه، ممكن اخلي ده ما يظهرش،
بس ده بفلوس، الاوبشن ده بفلوس نتكلم عنه، واحنا بنعمل مايجريشن للداتابيز بتاع اليوزرز. تمام يا اخوانا؟ يبقى انا كده القديم شبه الجديد بالظبط، اسف الجديد شبه القديم بالظبط. الخطوه اللي جايه ايه؟ ما اروحش هنا واقوم جاي اخلي ده 21 اللي هو اي بي الاكستشن سيرفر الجديد، لا، اروح عند الراجل الطيب ده واقوم فاتح اقوم فاتح دي واقوم جايب هنا سي ويندوز سيستم 32 فايبرز تي سي، واقوم فاتح النوت باد از ادمن وارمي فيها. انا كده طبعا بتست على مستوى ايه، يوزر لوكال، لوكال يوزر. تمام، انا عايز اتاكد بس في الاول ان جوه الناس مش هتحس بحاجه، مش هيحصل مشكله. تمام، فهو جاي يجرب على 2 3 يوزرز، في الغالب طبعا اليوزرز دول يكون هم الاي تي اللي في الشركه، ما انا طبعا اجرب على نفسي احسن ما اجرب على السي او ولا حاجه. قوم جاي هنا اكتب له نفس الاسم، ام سوري، نفس اليو ار ال اللي هو بيكتبه وهو بيفتح الويب مثلا. قوم كاتب له mail.exhost.ga. يستخدم ايه تاني عشان يوصل الميل؟ كلمه اوتو ديسكفر. ماشي يا عم، خد اوتو دي اي ديسكفر، وانا اقول له ايه، خد ده اكسشن الفرونت ده الاي بي بتاع 2019. تمام، ديسكفر صح مش كده؟ اوتو ديسكفر. سيف الكلام ده وافتح الباور شيل. بقول له نكبر بس الخط عشان عشان نشوف. بقول له IP config على فلاش DNS. طبعا الكوماند ده يا محل مشاكل. واجي هنا اقوم كاتب، انا هنا جوه لوكال، خد يا عم ادي ده المنظر بتاع 2013. ماشي، المفروض بقى ايه لو في كاش، ربنا بس ما يكون في كاشنج. هو بس ام كاش على 2013. خلينا نفتح كده ان برايفت. ده لا مش مكيش، معلش انا اسف جدا، انا عينيا خانتني. ده 2013 ده القديم، اعتذر جدا، ده القديم، ده 2013. تمام، الراجل اللي انا عدلت عنده في الهوستس فايل في اللوكال دي ان اس عنده ده شكل الاو بتاع 2019. تمام، واضح الاختلاف يعني، اوتلوك اب مكتوبه كده كده يعني. ف 2019 مايكروسوفت طبعا بتصيع فسميتها اوتلوك ان ذا ويب، ليه هي يعني نفس الاختصار يعني. ده المنظر بتاع 2019. تعالى بقى اعمل تيست للحاجه اللي انا بعمل كل ده عشان اوصل لها. انا عايز اليوزر لما يجي يكتب كده يتعمل له ايه، يتعمل له بروكسي داون. فتح شاف المنظر بتاع 2019، 2019 عمل له ريدايركشن لايه، للداتابيز بتاعته اللي على 2016، اسف اللي على 2013. تمام كده لحد دلوقتي. يبقى دي اول خطوه في التست بعد ما اخلي 2019 القديم شبه 2013 الجديد، او اخلي الجديد ايا كان الفيرجن بتاعته شبه القديم بالظبط. واضح كده؟ دي اول خطوه انا بعملها عشان ايه، عشان اتاكد ان كل حاجه معايا شغاله. تمام تمام. طيب انا بقى عايز بقى المنظر ده يتغير. ده 2013، دي الداتابيز بتاعه 2013، عايز المنظر ده يتغير يظهر عليه بتاع 2019، شكل الاو بتاعه 2019 الحلوه اللي هي فيها حاجات من هنا كالندر وحاجات حلوه يعني. بعمل ايه بعد كده بقى؟ بقوم جاي واعدل في الدي ان اس
وكل ما يشير الى الاكستنشن سيرفر. يعني انا عندي F5 مثلا، يعني الاختراع الكبير ده، فقوم جاي بعد ما اعمل تيست انترنال الدنيا تمام، بقوم جاي للراجل بتاع الاف 5 لو سمحت انت بتشاور على الاكستشن سيرفرز على الفيب الفلاني، خلي الاكستشن سيرفر الاف 5 يشاور على الاي بي الفلاني او مجموعه الاي بيز الفلانيه. الاف 5 بيعمل له بالانس، خليه يشاور على الاي بي بتاع 2019 او الاي بي الاي بيز السيرفرات بتاعه 2019، 5 6 سيرفرات ايا كان تمام. وبقوم جاي عندي انا برضو في الدي ان اس اي حاجه بتشاور على اكستشينج 2019 اكستشينج 2013 القديم خليها تشاور على الجديد اهو. اعمل كده انا بقى هعمل سيميوليشن ان انا عندي فايرول او ان انا عندي اف 5، فهعمل ايه؟ الانفيرمنت ده على ايجور على فكره، عشان كل كده كلها واخده بابليك اي بي زي تمام. فانا هاجي عندي هنا ده جهازي انا الشخصي مش فيرتشوال، سوري فاتح او خلينا ناخد نسخه من ده عشان مش هيرضى يعدله هنا. لو جيت فتحت ده يا اخوانا هتلاقوني حاطط البابليك اي بي بتاع الاكستشن سيرفر الكاس ده 2169 ده، انا حاطط البابليك اي بي بتاع ده اهو. فانا هاجي هنا هشيل ده البابليك اي بي، هشيل البابليك اي بي ده واحط البابليك اي بي بتاع 2019. انا ليه بعمل كده؟ لان الفري نوم اللي كنت بجيب منه البابليك دومينز عنده مشاكل الايام دي تمام. انا خلاص كده عدلت، كاني عدلت من على الفايرول، كاني عدلت من على الفايرول تمام. وهاخد ده بعد ما اعمل له رينيم تاني كنترول سي وارميه في مكانه بقى، ارجعه في مكانه هنا بس. واجي هنا اعمل فلاش دي ان اس تاني تمام. تمام كده لحد دلوقتي، لكن انا بس عشان هنا عندي اعمل الخطوه دي قدامكم، ان لازم عشان الناس توصل من بره للسيرفرات بتاعتي لازم اعمل ايه؟ افتح بورت 443 على الاكستشن سيرفر ده تمام. انا كل ده بتكلم في الكلاينت اكسس، متكلمناش في اي حاجه تانية. فانا اجي افتح له بورت 443 عشان من بره خالص اقدر اوصل للاكستشن سيرفر ده، لان المفروض شويه كده ده ما يفتحش معايا، شويه كده بعد ما يخلص كاش ده ما يفتحش. 4-3 ماشي كده برضو سيميليشن للفاير وول، الراجل بتاع الفاير وول يفتح بورت 443 على الاكستشن سيرفرز الجديده تمام. المفروض بقى بعد شويه هم كده افتح ده، خلينا نعمل بينج اعمل بينج على ده او اعمل تيلنت على بورت 443 ان هو شغال. 443 شغال، المفروض استنى بقى ما يخلص كاشينج اهو اتفتح اهو. فتح ايه؟ فتح القوه بتاعه 2019 تمام، وعمل ريدايركشن بروكسي داون للداتابيز اللي على 2013 تمام. في الحالة بتاعنا دي، الفرق في
الفيرشوال دايركتوري بتاعه الكلاينت اكسس. يعني وانا بعمل الكلاينت اكسس قدامي، يا اما اعمل اخليها بالشاور على كلمه ميل، يا اما اوتو ريسكفر. الاشهر اوتو ريسكفر، تمام. حتى الفايل اللي الاوتلوك بيعمل له داونلود عشان يأوتو كونفيجر نفسه، اللي هو اوتو ريسكفر دو اكس ام ال، اول حاجه بيدور عليها، اول كلمه بيدور عليها كلمه اوتو ريسكفر، سواء كانت سي نيم او اس ار في ريكورد. ما عادش حد بيعمل اصلا اوتو ريسكفر اس ار في ريكورد، تمام. قصدك يا احمد ولا قصدك حاجه تاني؟ عموما لو في مناقشه في القصه دي خليها في الاخر، الله يبارك فيك. ماشي، يبقى انا كده نقلت الكلاينت اكسس بشكل كامل من 2013، تمام، من 2013 ل 2019. دي اهم خطوه، تمام. بعد كده ابدا اعمل ايه؟ ببدا انقل الحاجه الثانيه اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول خالص، اللي بيعملها اي ميل سيرفر، اللي هي ايه؟ قدامي بقى حاجه من الاثنين، يا اما انقل الداتابيز، يا اما انقل الراوتينج، الهاب ترانسبورت رول يعني، تمام. لكن انا بحب انقل ثاني حاجه الداتابيز، تمام. خلونا ناخد يعني فاصل 10 دقايق ونرجع تاني. تمام، نرجع بالظبط الساعة 11 و15 دقيقة إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.